بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. عندنا درس بسيط جدا عن الميكروسكوب الإلكتروني الماسح. معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي. في الدرس السابق تكلمنا عن المجهر الإلكتروني النافذ، وراح نتكلم في هذا الدرس عن المجهر الإلكتروني الماسح. طبعا هذا المجهر مبني على نفس فكرة الميكروسكوب الإلكتروني النافذ، إلا أنه يختلف عنه من ناحية أنه يقوم بتصوير الأسطح الخارجية فقط للتراكيب الدقيقة. وهذا يعني أن الأشعة الإلكترونية المستخدمة في الإضاءة تقع على العينة فقط ولا تخترقها، عكس المجهر الإلكتروني النافذ اللي يدرس عمق الأشياء الداخلية. وبالتالي في هناك اختلافات جوهرية في الطريقة التي تعاد بها العينة لفحصها عن طريق هذا المجهر. المجهر السابق يفحص أشياء متعمقة بعمق تقريبا 1,000,000 مرة، يكبر الأشياء تقريبا 1,000,000 مرة. والمجهر الإلكتروني الماسح يدرس الأشياء السطحية في العينات. أتمنى أنكم عرفتوا الفرق. وطبعا الميكروسكوب الإلكتروني الماسح يكبر طبعا آلاف المرات، يصل إلى 160,000 مرة أو 150,000 مرة وأكثر بعد. إلى هنا انتهى الدرس. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي.